بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في الفيديو السابق شفنا الجانب النظري، تعريف مقياس ليكارت، شفنا آليات بنائه، أهم الأشكال التي يأخذها. في الفيديو هذا بحول الله راح نأخذ مثال تطبيقي نشوفوا فيه كيفاش نطبقوا المعطيات، كيفاش نقوموا بترميزها، كيفاش نديروا عملية التحليل للبيانات، كيف طريقة ملء بعض الجداول الإحصائية اللي هي عبارة عن ملخصات لمجموعة من الجداول اللي راح يعطيها لنا الـ SPSS. ومن بعد نزيدو ناخذو دونك عندنا حالتين. الحالة الأولى هي الحالة وين تكون عندي الأسئلة تاع الاستمارة تاعي محطوطة في شكل محاور، والحالة الثانية هي عبارة عن حالة بسيطة، إذا حتكون عندي الأسئلة مباشرة لا وجود للمحاور. وبين الطريقة الأولى والطريقة الثانية كاين اختلاف طفيف راح نشوفه بحول الله تعالى عندما نطبقه في برنامج SPSS. إذا ننتقل الآن إلى المثال التطبيقي. المثال التطبيقي وش يقول لي فيه؟ اهتم أحد الباحثين بالتحري عن الأسباب التي تدعو الزبائن لشراء علامة معروفة من منتوج ما، ومن أجل ذلك قام بحصر بعض المتغيرات التي تدفع الزبائن لشراء هذا المنتوج، وذلك من خلال ثلاث عوامل أو ثلاث محاور. هي إذا عندي مجموعة من الزبائن رايحين نشوفوا ما هو السبب اللي يخليهم باش يقتنيوا او يشريوا منتوج معين. هذه الاسئله اللي رايحين نوجهها لهؤلاء الاشخاص رايحين نقسموها الى ثلاث مجموعات جزئيه، كل مجموعه جزئيه راح نسميها محور. المحور الاول اللي رايحين نسميه بتقدير المنتوج راح يتشكل من ثلاث اسئله او تشكل من ثلاث عناصر. العناصر اللي هي رونق المنتوج، جودة المنتوج، وسمعة المنتوج. المحور الثاني ومجموعة الأسئلة الثانية حتى هي فيها ثلاث أسئلة، راح نسمي المحور الثاني هذا انتشار المنتوج، ويتضمن الخبرة مع المنتوج، شعبية المنتوج، والكمية التي ينتج بها هذا المنتوج. المحور الأخير اللي هو المحور الثالث اللي راح نسميه اقتناء المنتوج، فيه سؤالين، سؤال السابع والثامن. السؤال السابع يتضمن وفرة المنتوج، والسؤال الثامن والأخير هو يتكلم عن سعر أو تكلفة المنتوج. إذا أي استمارة كما جرت العادة، قبل ما يتم طرح الأسئلة اللي هي محل دراسة أو محل تحليل بالنسبة للمستجوبين، دائما يتم التعرف على هؤلاء المستجوبين من خلال الجنس، المستوى الدراسي، الفئة العمرية وهكذا. هذه الأسئلة تسمى في الاستمارة تسمى بالبيانات الديموغرافية. إذا لإتمام دراسته قام الباحث بتصميم استبيان مكون من 5 أوزان. إذا لهنا قاعد يقول لي بلي المقياس اللي راح استخدمه هذا الباحث في استبيانه وفي استماراته هو عبارة عن مقياس خماسي. رمز للأوزان بالرمز 1 للمعار جدا، 2 معارض، وهكذا حتى نوصل للخمسة اللي باش يرمز بها للموافق جدا، بالإضافة إلى الاستفسار عن بعض العوامل الديموغرافية اللي حكينا لها اللي هي الجنس وهكذا، التي سوف تستخدم في المقارنة مثل الجنس ومستوى الدخل. ونتصور أن شكل استمارة الاستبيان كان هو كما هو موضح أسفله. دونك من بين العوامل الديموغرافية اللي حددها من هذا الباحث على سبيل المثال في هذا التمرين هو الجنس. عندي الذكر سيشير له في الترميز في SPSS راح يرمز له بالرقم 1، وعندي الجنس الثاني اللي هو الأنثى سيتم الترميز له بالرقم 2 في برنامج SPSS. إذا الإجابة ستكون كما قلنا في الفيديو السابق أنه المستجوب يجاوب على أو يختار أحد الخيارات الموضوعة من طرف البحث. إذا إذا كان ذكر حيحط X لهنايا، وإن كانت أنثى راح يحط X تاعو لهنا.
المستوى الدخل كيف كيف حط الباحث هذايا حط ثلاث مستويات، المستوى المنخفض نرمزوله بالرقم واحد، المستوى المتوسط نرمزوله بالرقم اثنين، والمستوى الثالث والأخير اللي هو المرتفع نرمزوله بالرقم ثلاثة، وكيف كيف المستجوب راح يختار أحد المستويات اللي يرهم فيها، إما يكون منخفض أو يكون متوسطا أو يكون مرتفعا. هذا بالنسبة للعوامل الديموغرافية، علما أن هناك ملاحظة بسيطة وهي مهمة في نفس الوقت، أن العوامل الديموغرافية هذه اللي هي الجنس ومستوى الدخل وهكذا، هذه عبارة عن أسئلة ترتبط بطبيعة الدراسة، ما هوش دائما نهزوا العوامل الديموغرافية ونحطوهم كل وكأنها دراسة نموذجية نحطوها في النماذج تاع الاستبيانات الكل. لا، كاين بعض الحالات وين تطلب مني كيما لهنايا طلب مني الجنس والمستوى الدخل فقط، لأن طبيعة الدراسة تطلب مني أني نستفسر على جنس الإنسان أو جنس الشخص اللي راح يقتني هذا المنتوج ومستوى دخله فقط. بعد ما نشوف البيانات الديموغرافية حتجي عنا الاستمارة اللي هي مجموعة الأسئلة تاعي، حيكون عندي هنا الجذع هذه الأسئلة بالنسبة لي أنا، وحيكون عندي السلم هو عبارة عن سلم خماسي، معارض جدا، معارض، محايد، موافق، موافق جدا. الأسئلة كما قلت قسمناها إلى ثلاث مجموعات جزئية أو ثلاث محاور. المحور الأول سميته بتقدير المنتوج، فيه ثلاث أسئلة، هي المنتوج يتميز بالرونق، المنتوج يتميز بالجودة، المنتوج يتميز بسمعة طيبة. هذا المحور الأول. المحور الثاني سميناه انتشار المنتوج، كيف كيف فيه ثلاث أسئلة، سبق تجربة المنتوج كثيرا، المنتوج يتميز بالشعبية، المنتوج ينتج بكميات كبيرة. أما بالنسبة للمحور الثالث والأخير اللي فيه السؤالين السابع والثامن، سميناه اقتناء المنتوج، الأسئلة اللي فيه هي المنتوج متوفر بالأسواق وسعر المنتوج معقول جدا. من بين هذوما الثمانية أسئلة دونك حنطرحهم على الناس، وكل سؤال من الأسئلة هذوما رايح يجاوب عليهم المستجوب يختار أحد الخيارات الموجودة في السلم. إذا على سبيل المثال إذا خذينا المنتوج يتميز بالرونق، هل أنت معارض جدا على هذه الفكرة؟ معناتها اسكو راك معارض جدا انه راك تقتني المنتوج لانه يتميز بالرونق؟ هل انت معارض؟ هل انت بدون راي او محايد؟ هل انت موافق او هل انت موافق جدا؟ هذايا بالنسبه لكل شخص وبالنسبه لكل خيار حيعطيني، بالنسبه لكل سؤال حيعطيني او يختار المستجوب احد الخيارات فقط. بفرض ان المستجوب الاول دونك اول استمارة عودت استلمتها من صاحبها دونك بعد ما وزعت الاستمارات ريكيبيريت الاستمارات، لقينا على سبيل المثال انه المستجوب الاول كانت بيانته اول استجاباته كما يلي، لقينا باللي الجنس تاعو على سبيل المثال ذكر لانه حط لي اكس قدام الجنس تاع الذكر، ومستوى دخله لقيناه باللي المستوى تاعو متوسط. اوكي، هذا بالنسبه للبيانات الديموغرافيه. اذا حبينا نشوف الاجابه تاعو على الاستماره حنلقاو على سبيل المثال بالشكل هذايا، الاجابه تاعو كانت بالشكل هذايا على حساب الاسئله، لقيناه باللي موافق على انه المنتوج يتميز بالرونق، لا رأي له انه المنتوج يتميز بالجودة، موافق على ان المنتوج يتميز بالسمعة الطيبة، معارض انه لم يسبق له تجربة المنتوج كثيرا، لقينا باللي المنتوج هذا يتميز بشعبية كبيرة، لقينا باللي المنتوج ينتج بكميات كبيرة، لا رأي له في هذا، المنتوج متوفر بالأسواق موافق جدا، بينما سعر المنتوج معقول جدا، وجدنا باللي هذا الشخص معارض جدا لهذه الفكرة. إذا بالنسبة لنا حنايا هذه بالنسبة للبيانات تاع شخص واحد فقط، ومن بعد جينا نشوفوا لقينا باللي البيانات تاعنا هذه راح كما راح نشوفوا دركا تخص 20 شخص. دونك عندي 20 استمارة سأقوم بتفريغها، الهدف انه
رايحين نشوفوا كيفاش ندخل هذه المعطيات في البرنامج تاع الاس بي اس اس، وكيفاش يقوم البرنامج تاعنا تاع الاس بي اس اس باه يعطينا النتائج اللي هي محل التحليل تاعنا. ومادام راني اعتمدت في دراستي او الباحث اعتمد في دراسته على المقياس الخماسي، كيفاش نتحصلوا على النتائج وكيفاش نقارنوا الخماسي او مقياس الخماسي اللي بالبرنامج تاع الاس بي اس اس ونقارنوه بالمقياس الخماسي النظري اللي شفناه في الفيديو السابق، كيفاش نديروا المقارنة وكيفاش نشوفوا اتجاهات أجوبة العشرين شخص هذا. قبل ما نعطيكم المعطيات الخاصة بالعشرين شخص اللي هي العينة عيانية، خلينا في مرحلة أولى نأخذ نظرة سريعة فقط على تعريف المتغيرات، كيفاش نعرفوا المتغيرات في البرنامج تاع الاس بي اس اس. من بعد نعطيكم المعطيات اللي نشوفوها تقريبا بعد عملية التفريغ كيفاش تكون المعطيات في البرنامج تاع الاس بي اس اس، ومن بعد ناخذوا مثال تطبيقي مباشره في البرنامج ونشوفوا كيفاش نتحصلوا على النتائج وكيفاش نتحصلوا في نهايه المطاف على مجموعه من الجداول. هذه الجداول راح نستخرج منها البيانات اللي نحتاجها في عمليه المقارنه وفي عمليه اتخاذ القرار والتعليق. اذا بالنسبه لنا هنايا واش لاحظنا؟ لاحظنا بلي عندي زوز بيانات ديموغرافية اللي هي الجنس والدخل، عندي ثمانية أسئلة تاعي اللي هو سؤال أول على الرونق، سؤال ثاني على الجودة، الثالث على السمعة، الرابع على التجربة، الخامس على الشعبية، السادس على الكمية، السابع على الوفرة، والثامن على السعر. هذوما عبارة عن متغيرات لازم نروح نعرفهم في برنامج تاعنا تاع الاس بي اس اس باش نجم ندخل المعطيات تاعهم هذوما. تلاحظوا انه في السطر الاول درت الرقم. حنايا شفنا قبلا في فيديوهات سابقه بلي من المستحسن، خاصه اذا كان عدد الاستمارات كبير بزاف، من المستحسن اني نحكم الاستمارات تاعي نعطيهم ارقام نرتبهم باش من بعد يمكن اني نستخدم اي استماره على سبيل المثال لقيت فيها خطا ولا نجبد مباشره الاستماره رقم كذا. هذه دونك الرقم الاول هذايا اللي حطيته هنايا، الرقم حطيته هنايا شان هو اختياري، قادر نديرو قادر ما نديروش. اذا حبيت نديرو اللهم بارك، ما حبيتش نديرو ما نديروش. بس بدءا من السطر الثاني اللي هو الجنس وصولا الى السطر 11، هذه كل عباره عن متغيرات يجب تعريفها. اذا نعود نرجع للسؤال، للسطر الاول اللي هو الرقم حطيته شان، حنمد ارقام للاستماره تاعي، الاستمارات بريتو تاعي انا ما دام عندي 20 استماره ساقوم بترتيبهم 1 2 3 4 5، ورايح نقول للاس بي اس اس باللي الارقام هذه اللي راح تاخذها الاستمارات هذه عباره عن ارقام بلا معنى، معناتها لن يجري عليها اي عمليه حسابيه، وبالتالي حطيتها هنا شان باش هنا تخرج نومينال. اوكي دونك لي فالور ما عندي حتى فالور، هنا حطيتها سونتري جوست باش تخرج لي الكتيبه في وسط الخانه كما موالفين نشوفوا في فيديوهات سابقه. نروح دركا للمتغيرات الاجباريه تعرفوها، حنبداو بالجنس. الجنس حطيته كيف كيف حتى هو شان باش تخرج لي، مادام الجنس راني نحكي على الجنس على اساس انه في القياس تاعو او الميزور تاعو لازم يكون عباره عن صفه وصفيه اسميه. دونك انا كي نحطو لهنايا شان حنحط هنايا نومينال، وبالتالي لهنايا حنرمز شفنا قبيل في الترميز حنرمز للواحد بالذكر واثنين للانثى. نروحو للدخل، الدخل خليته نيميريك، ورحت هنايا في لي فالور تاعي رمزت له بالواحد ترميز، واحد منخفض، اثنين متوسط، ثلاثة مرتفع، وحطيته لهنايا اوردينال لانه المستوى تاعي تاع الدخل يمكن ترتيبه ترتيبا تصاعديا او ترتيبا تنازليا لانه عبارة عن صفة وصفية ترتيبية. الشيء اللي راح نقوله على الاسئلة الثمانية بدءا من الرونق وصولا الى السعر كل كيف كيف، دونك حنحطهم نخليهم كل نيميريك. هنايا الرونق لان حنايا قلنا باللي في النو في اسم المتغيرة نستخدم دائما اسما مختصر، والشيء الذي يمنع مني كتابته في الاسم
نروح نكتبوا في الاتيكات لهنايا اللي هو المنتوج يتميز بالرونق بالنسبة للجودة، المنتوج يتميز بالجودة، وهكذا حتى نكمل مع السؤال الأخير اللي هو سؤال الثامن، سعر المنتوج معقول جدا. بالنسبة لنا حنايا لهنايا في لي فالور، كي نجي نشوف لي فالور تاعي كما قلت القاعدة في الفيديو السابق، يجب اني كي نجي نرمز مدام الباحث استخدم لكارت او مقياس لكارت الخماسي، كي يجي يرتب خيارات السلم تاعو، كما قلنا دائما نبداو بالقطب السالب وصولا الى القطب الموجب. دونك حنبداو واحد معار جدا، اثنين معارض، ثلاثة محايد، ربعة موافق، وخمسة موافق جدا. لازم الترتيب هذا يكون، وشرحت في الفيديو السابق لماذا هذا الترتيب، باش نجم نقارنوه فينالمون بالطابلو او المتوسط المرجح النظري لمقياس ليكارت. هنايا بعد ما حطيت لي فالور حطيتهم هنايا كل إشال باش يعرف الاسبي اس اس بلي القيم هذه راهي يمكن اجراء عليها عمليات حسابيه، ولذلك يفضل انه يكون إشال. هذا بالنسبه لتعريف تاع المتغيرات تاعي هنايا. بالنسبه للعينه والمعطيات، كما قلت بفرض ان عدد المستجوبين وصل الى 20 مستجوب، دونك 20 مستجوب، العينه تاعي فيها 20 شخص، كانت بياناتهم الافتراضيه عباره عن امثله فقط. حنا الهدف تاعنا انه نعرفوا كيفاش نعرف المتغيرات، كيفاش ندخل البيانات، وكيفاش نتحصل على الجداول من خلال امر التحليل الاناليز في البرنامج تاعنا تاع الاس بي اس اس. اذا كانت بياناتهم بعد ادخالها للبرنامج كما في الشكل هذا، دونك بعد ما قمنا بعمليه التفريغ في البرنامج تاع الاس بي اس اس، عرفنا المتغيرات تاعي كل، وخذيت 20 شخص لهنايا، خذينا 20 شخص وقمت بتفريغ المعطيات تاعهم كل على حسب ما تحصلنا عليه في كل استمارة من الاستمارات العشرين اللي شفناها. اذا بعد هذا، بعد المعطيات هذه، رايح ننتقل دركا للمرحلة وين نعود نشوفوا تعريف المتغيرات في برنامج الاس بي اس اس هو في حد ذاته، نشوفوا هذه المعطيات في برنامج الاس بي اس اس، علما انه المعطيات هذوما اني حطيتهم في ملف مضغوط وحنحطه في المرفقات تحت الفيديو هذايا، يمكن انكم تقوموا بتحميله بالنسبة للطلبة اللي انستاليو البرنامج تاع الاس بي اس اس في الميكرو، ينجموا انهم يشوفوا اني حطيت عندنا زوز تمارينات تطبيقيه مع الحلول تاعهم. اذا حيلقى المعطيات تاع التمارين، يلقاهم كما قلت لكم في فيديوهات سابقه. الفيشيه تاع المعطيات دائما نلقاو اللون تاعو احمر، والفيشيه تاع النتائج اللي هما لي ريزولتا نلقاوه في ان فيشيه لونه ازرق. اوكي، دونك ننتقل الان للبرنامج تاع الاس بي اس اس باش نشوفوا كيفاش نعطي التعليمات لبرنامج اس بي اس اس يقوم بعمليه التحليل، ثم نعاود نرجع للفيديو تاعي، البرنامج تاعي، للشرائح تاعي انايا، باش نشوفوا كيفاش نجبد المعطيات من البرنامج تاع الاس بي اس اس، ونقوم بملء جدول كيما هذايا. وشي الهدف تاع الجدول كيما هذايا؟ رايحين نلاحظوا بعد في الاس بي اس اس باللي كل دراسه حيعطيني عدد معين من الجداول، كيما الحاله تاعنا هذه رايحين تحصلوا في نهايه المطاف على 9 جداول. 9 جداول هذه ما نجمش نروحوا نعرضوهم كل، وانما يمكن القيام باختصار المعطيات الموجوده في الجداول اللي راح يعطيها لي الاس بي اس اس. وبالتالي الجدول هذا على سبيل المثال خاص بالمحور الاول، علما انه المحور الاول قلنا فيه 3 أسئلة: المنتوج يتميز بالرونق، المنتوج يتميز بالجوده، والمنتوج يتميز بالسمعه الطيبه. هذوما هما الخيارات تاعي هنايا. تلاحظوا باللي تحت كل خيار عندي سطرين، سطر خاص بالعدد وسطر خاص بالنسبه المئويه. لماذا نحطوا الحكايه هذه؟ لانه بالنسبه لكل خيار من الخيارات هذيا
كي نحدد انايا العدد والنسبه المئويه، حنايا شفنا باللي ولا نعرفوا في الاحصاء دو فاسون جينيرال اني كي نحط جدول دائما يجب اني نعلق، نكتب تحت الجدول او تحت الرسم البياني نكتب تعليق باش الاشخاص اللي ما يفهموش المعطيات المذكوره في جدول يقرا التعليق هذا اللي هو عباره عن ملخص وجيز للشيء اللي ذكر في الجدول. اذا حبيت على سبيل المثال اي سؤال من الاسئله الثلاثه تاعي هذا ما نعلق عليهم، هنا عندي ثلاث خيارات، اما نعلق على الاشخاص المعارضين جدا باستخدام العدد، اما ان نعلق على الاشخاص المعارضين جدا باستخدام النسبه المئويه، او اني نستخدم العدد والنسبه المئويه في نفس الوقت. هذا بالنسبه للمعارضين جدا. نفس الشيء بالنسبه للخيارات الاربعه اللي بقاو عندي انا. اذا دائما في التعليق اما نستخدم العدد او نستخدم النسبه المئويه، او نستخدم العدد والنسبه المئويه في نفس الوقت. بعدها عندي العمود هذا يلي هو المتوسط المرجح. هذا المتوسط المرجح القيم نتاعو هي القيم اللي راح يعطيها لي لاس بي اس اس، حيعطيني المتوسط الحسابي، راح نطلب منه يحسب لي المتوسط الحسابي، حيعطيني القيمه تاع المتوسط الحسابي التجريبيه، هذه القيمه اللي حيعطيها لي لاس بي اس اس. حنطلب كذلك من لاس بي اس اس انه يعطيني الانحراف المعياري. ومن بعد في العمود الاخير نشوفوا نقارنوا المتوسط المرجح هذا اللي عطاه لي لاس بي اس اس بالجدول اللي شفناه في نهايه الفيديو السابق، اللي هو الجدول تاع المتوسط الحسابي ولا المتوسط المرجح النظري تاع ليكارت، ونشوف على حساب القيمه تاعي اللي راح نتحصل عليها هنايا اي فئه من الفئات الخمسه، مادام راني نحكي على ليكارت الخماسي، اي القيمه هذه واش من فئه راح تنتمي لها. وهنا راح نحكم على متوسط اراء او اتجاه متوسط اراء العينه تاعي حول اي سؤال من الاسئله الثلاثه تاعي انا. اوكي، دونك ننتقل الان الى البرنامج تاعنا تاع الاس بي اس اس، نشوفوا كيفاش نطلبوا نرتبوا الامور تاعنا، كيفاش نخرج المعطيات تاعي، وبعد نعاود نرجع هنا للفيديو باش نكملوا كيفيه ملء هذا الجدول، كيفاش نعلقوا عليه وهكذا. اوكي، ولا خلينا نروحوا للبرنامج تاع الاس بي اس اس. اذا رانا حلينا البرنامج تاع الاس بي اس اس باش نربحوا شويه الوقت، راني حطيت ديريكتومون المعطيات تاعنا اللي شرحتهم قبيله في الجزء الاول. اول ما بدينا به هو لافيشاج دي فاريابل، عرفنا المتغيرات تاعنا اللي حكينا عليهم قبيل، شفنا باللي عندي المتغيرات، الرقم قلنا ماهوش اجباري، الجنس والدخل هما عباره عن معطيات ديموغرافيه، والاسئله تاعي اللي هي محل تحليل ولا محل دراسه هي الاسئله الثمانيه تاعي انايا. في الجنس دونك حطينا الذكر والانثى لهنايا، حطينا واحد للذكر واثنين للانثى. بالنسبه للدخل حطينا واحد منخفض اثنين متوسط ثلاثه مرتفع، هذوما بالنسبه للدخل. بالنسبه للرونق ولا الاسئله كل قلنا التعريف تاعهم ولا الترميز تاعهم في لي فالور خذيناهم بالشكل هذايا، واحد معارض جدا، اثنين معارض، ثلاثه محايد، اربعه موافق، وخمسه موافق جدا. اوكي، دونك كملت معاهم وكل درتهم سونطري، حطيت ايشال اللي هو شان خرجت نومينال، اللي هي الدخل ترتيبيه حطيتها اوردينال، والاخرين كل خليتهم ايشال. ومن بعد ما هذا قلنا هنايا باللي العينه تاعنا تتكون من 20 شخص، قمت بترتيب هذه الاستمارات على سبيل المثال، واعطيتهم رقم من 1 حتى 20، وقمت بتفريغ الاستمارات ال 20 على حساب الجنس الذكر والانثى، الدخل والاسئله تاعي كل على حسب ما تحصلت عليه. دونك حنايا واش قلنا باللي الشيء اللي نشوفوه حنايا هو الشيء هذايا. هنا كي نشوفوا مثلا في السطر الاول نشوفوا باللي الشخص الاول كان ذكرا، متوسط دخله هو دخله، مستوى دخله هو متوسط، موافق على السؤال الاول، محايد الثاني، موافق للثالث، معارض للرابع، وهكذا.
قلنا باللي وليش ندخلوا الاس بي اس اس وكيفاش ندخلوا الاس بي اس اس والاهميه تاع المقياس تاع ليكارت جوستمون هو في عمليه الترميز، لان قلنا في فيديو سابق باللي الاس بي اس اس لا يتعامل مع الحروف او الكلمات وانما يتعامل مع الارقام. وبالتالي اذا كان جينا على سبيل المثال بالنسبه للدخل وحبيت نعرف او نعلق على مستوى الدخل تاع 20 شخص، قلت لكم في فيديو سابق باللي ما نجيش نحكي انا على كل شخص على حده، ناخذ كل شخص على حده ونولي نحكي على مستوى دخله، واحد مستوى دخله مرتفع، واحد دخله مستوى منخفض، واحد مرتفع والاخر مرتفع والاخر متوسط وهكذا. ستطيل علي الحاله خاصه اذا كان حجم العينه كبير جدا، وبالتالي في هذه الحاله من الجانب الاحصائي اني عوض باش نتعامل مع 20 شخص كل واحد فيهم على حده، نولي نروح نطلب انه يعطيني متوسط دخل ال 20 شخص هذا، نطلب منه يعطيني المتوسط تاع الاجابات تاعو تاع الرونق. عندي في الرونق كاين اشخاص معارضين جدا، كاين معارضين، كاين محايدين، كاين موافقين، موافقين جدا. ما نروحش كما قلت نروح نعلق عليهم كل واحد واحد، وانما نروح نولي نحوس على قيمة واحدة باش كي نجي نعلق نعلق على قيمة واحدة هي القيمة الوسطية. هذه كيفاش نديروها؟ تلاحظوا قلت لكم باللي لهنايا حنا كي ندخلوا المعطيات حتاخذ الشكل هذايا، عبارة عن كلمات لأنها عبارة عن صفات وصفية ولا صفات بليتو اسمية ولا ترتيبية، وإنما بعملية الترميز أو من خلال عملية الترميز ها هي الاس بي اس اس وزي يشوفها. الاس بي اس اس راح يشوفها عبارة عن أرقام وليست عبارة عن حروف وكلمات، وبالتالي عوض لهنايا على سبيل المثال إذا خذيت الرونق، عوض باش نولي نحكي على متوسط معارض جدا ومعارض ومحايد وهكذا، يولي كل خيار من الخيارات الخمسة ربطه برقم او بقيمه عدديه. دروك واش راح ندير؟ راح نطلب من الاس بي اس اس انه يحسب لي المتوسط الحسابي تاع هذه القيم العدديه. في هذه الحاله الاس بي اس اس يروح يديرها نورمال، لاني في المزيور تاعي درت له اشال باش يعرف باللي القيم هذه يمكن اجراء عليها العمليه الحسابيه جمع وضرب وهكذا. اذا راح نطلب منه انه يحسب لي المتوسط الحسابي تاع 20 شخص بالنسبه للاسئله الثمانيه تاعي انا. اوكي، اذا دركا كي مادام نحاول نعرف المتوسط الحسابي وزينا نديروا الاجراء، الاجراء ساهل خلاص. دونك هنا نروحوا الاناليز، الخيار تاعي تاع الاناليز هنايا، نكليك على الاناليز، نروح لهنايا الخيار الثاني وين مكتوبه ستاتستيك ديسكريبتيف اللي هو الاحصاء الوصفي، ونروح للخيار الاول تاعي اللي هو ليفيكتيف، نكليك عليه رايحة تفتح لي نافذه صغيره فيها مجموعه من الخيارات. النافذة هذه واش راح يكون فيها؟ راح يكونوا فيها المتغيرات تاعي اللي عرفتهم كل. حنايا فينالمون في عملية التحليل كل الصفات الديموغرافية أو المعطيات الديموغرافية لا تدخل في عملية التحليل، وإنما تدخل إلا الأسئلة الموضوعة في الاستمارة. إذا به ما نغلطوش، ما نروحوش في وقت ما نجيو ندخلوا المعطيات الديموغرافية وندخلوها في عملية التحليل، وإنما رايحين نتعاملوا في عملية التحليل إلا المعطيات اللي خاصة بالأسئلة المذكورة في الاستمارة. إذا واش رايح ندير؟ نحكم الأسئلة هذه ندخلهم في الإطار هذايا، هذا الإطار يخص إلا المتغيرات التي يخصها أو تخصها عملية التحليل. اذا عندي 8 اسئله تاعي راح ندخلهم، نكليكي دونك لهنايا ندخل السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، السؤال الخامس، السادس، السابع والثامن. حنا شفنا قبيله في الجدول تاعي باللي بعد ما يعطيني القيم العدديه والنسب المئويه تاع كل خيار من الخيارات الخمسه حيعطيني وراهم زوز اعمده، واحد خاص بالمتوسط الحسابي وواحد خاص بالانحراف المعياري. كيفاش نتحصلوا عليه؟ دونك قبل ما نكليكيو على اوكي نروح لهنايا المربع هذايا اللي خاص وين مكتوب ستاتستيك، نكليكيو عليها ونروحوا نختاروا زوز خيارات. حنختار له لهنايا لا مويان اللي هو المتوسط الحسابي، ونهبط لهنايا نختار له ليكارتيب اللي هو الانحراف المعياري. هذا هما زوز خيارات اللي نروح نكوش عليهم فقط باش
يعطيني القيم باش نجم نعمر بهم الجدول اللي راح نشوفوه فيما بعد. بعد ما نكوشي لا مويان ولي كارتيب اللي هو المتوسط الحسابي والانحراف المعياري، هنا نكليكي له بورسويفر وهنا نكليكي له اوكي. دونك راح تخرج لي صفحه جديده، فيشي جديد اللي هو الفيشي تاع الريزولتا تاعي انايا. الفيشي تاع الريزولتا هذايا فيه مجموعه من الجداول. الجدول الاول واش يعطيني؟ الجدول هذايا طويل، فيه المتوسط الحسابي اللي هي لا مويان ولي كارتيب الانحراف المعياري تاع المتغيرات الثمانيه او الاسئله الثمانيه تاعي. انا عندي الاسئله تاعي تبدا بالمنتوج يتميز بالرونق وتفضل بالمنتوج ولا سعر المنتوج معقول جدا. انا اللي يهمني اونكور بلوس هو السطر الخاص باللا مويان والسطر الخاص باللي كارتيب. اذا حبيت نشوف باللي المتوسط الحسابي تاع اراء الاشخاص في المنتوج يتميز بالرونق، حنلقى المتوسط الحسابي تاعهم هو 4.30. هذه هي القيمه اللي يعطيها لي لاس بي اس اس اللي راح نقارنها فيما بعد بالجدول النظري تاع ليكارت الخماسي. الانحراف المعياري هو 0.733. ومن بعد شنو راح يدير؟ دونك هذايا بالنسبه لي هو عباره عن جدول شامل اللي فيه كل المتغيرات او كل الاسئله تاعي تاع الاستماره، كل واحدة فيهم يعطيني المتوسط الحسابي تاعها والانحراف المعياري. ومن بعد ينتقل بين البرنامج الى كل جدول او كل سؤال على حدة. اذا هنا حنلقاو بلي عندي 8 اسئلة وبالتالي حنتحصل على 8 جداول. كل جدول فيه واش راح يعطيني؟ يعطيني عدد الخيارات اللي ظهرت في السؤال. اذا على سبيل المثال اذا خذيت السؤال الاول اللي هو المنتوج يتميز بالرونق، حيعطيني الخيارات اللي ظهرت ولا الاجابات اللي ظهرت تجاه هذا السؤال. حنلقاو باللي الخيارات او الاجابات كان محايدا موافقا وموافق جدا. اذا لاحظوا لهنايا باللي بالنسبه للسؤال الاول المعارض جدا ما عنديش، قيمته صفر وبالتالي ما ظهرش، والمعارض كيف ما ظهرش وبالتالي قيمته تاع صفر ما ظهرتش. ظهروا لي ثلاث خيارات فقط، حنعرف باللي 20 شخص تاعي هذوما اللي استجوبتهم كانت الاجابات تاعهم بالنسبه للسؤال الاول كان هناك المحايد والموافق والموافق جدا فقط، المعارض جدا والمعارض ما كانش. دونك دروك بلا واش قلت لكم بالنسبه لكل خيار حطينا تحته زوز قيم. القيمة الأولى أو السطر الأول خاص بالعدد والسطر اللي تحته خاص بالنسبة المئوية. هذوما كيفاش نديروهم؟ ها هو الإفكتيف، وين مكتوب هنا إفكتيف، هذه القيم هذه خاصة بالعدد، وهنا البورسنتاج خاصة بالنسبة المئوية. وبالتالي في هذا الجدول يهمني العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث فقط. هذوما العمودين تاعي هذوما الاخرين ما يهمونيش، اللي يهموني هما هذوما. دونك اذا حبيت ندير قراءه مبدئيه حنلقى باللي بالنسبه للسؤال الاول المنتوج يتميز بالرونق عندي المحايد، بالنسبه لاجابه المحايد عندي ثلاثه اشخاص العدد تاعهم ونسبتهم 15%. الناس الموافقين عددهم 8 نسبتهم 40%. الموافقين جدا عددهم 9 ونسبتهم 45%. نفس الحكاية بالنسبة للجداول الكل. أوكي، هذا بالنسبة لكيفاش درنا باش نخرجوا الكارت والجداول تاعو من خلال المعطيات تاع الاس بي اس اس. قبل ما نقفل البرنامج هذايا وننتقل للشرائح تاعنا، كاين في الجدول السطر الأخير بعد ما نديروا الجدول الخاص بالمحاور عندي السطر الاول خاص بالسؤال الاول، السطر الثاني خاص بالسؤال الثاني، السطر الثالث خاص بالسؤال الثالث، وبعد يجيني مع الاخير سطر خاص بالمحور ككل. لان حنايا اذا كان الاسئله تاعي مقسومه في شكل محاور فان عمليه التحليل حتقوم على مرحلتين. المرحله الاولى تخص كل سؤال من الأسئلة اللي تدخل ضمن المحور تاع الدراسة تاعي، ومن بعد ناخذ خلاصة اللي هي الأعداد والنسب المئوية والانحراف المعياري والمتوسط الحسابي تاع المحور ككل. الإشكال اللي بقى عندي لهنايا أنه على سبيل المثال إذا خذيت المحور الأول
اللي هو محور اللي سميناه تقدير المنتوج. فيه ثلاث أسئلة، فيه المنتوج يتميز بالرونق، فيه الجدول هذايا اللي هو المنتوج يتميز بالجودة، وفيه هذايا الجدول اللي هو المنتوج يتميز بالسمعة الطيبة. الجدول اللي شفناه قبيلة راح يلخص لي هذا الجدول وهذا الجدول وهذا الجدول وجزء من هذا الجدول اللي هو العمود هذا وهذا وهذا. دونك جدول واحد واش رحنا درنا فيه؟ رحنا لخصنا فيه أربعة جداول وهما في الأصل خمسة. أوكي، راح نشوفوا الجدول الخامس هذا. حكينا قلت لكم باللي عندي ثلاث أسئلة المعطيات تاعهم حنجبدها ديريكتوم من السبي اس اس. واش قعدت لي؟ قعد لي المحور ككل هو في حد ذاته كيفاش نقوم بعملية التحليل تاعو. قلت لكم الإشكال اللي عندي إلى حد الآن إني كي نجي نعرف المتغيرات ولا كي عرفت المتغيرات تاعي عندي البيانات، إذا راني نحكي توجور على المحور الأول اللي هو محور تقدير المنتوج. الشيء اللي نقوله بارابور المحور تقدير المنتوج حنقوله بالنسبة للمحور الثاني وحنقوله بالنسبة للمحور الثالث. إذا الشيء اللي نشرحه بالنسبة لأي محور حينطبق نفس الشيء على المحاور اثنين اللي بقاو. نجي ونشوفوا نلقاو باللي عندي السؤال الخاص بالرونق والسؤال الخاص بالجودة والسؤال الخاص بالسمعة. هذوما كأسئلة كل على حدة مستقلة على بعضها البعض. أنا الإشكال إني حاوس نجمعهم مع بعضهم في ثلاثة ونحطهم في شكل محور، في شكل مجموعة واحدة. كيفاش نعبر عليهم في ثلاثة ذركة مع بعضهم؟ هنا على بالنا كما شفنا قبيل باللي عندي لهنايا بالنسبة لكل سؤال من الأسئلة العشرين، ها هم العشرين معطى تعيينية، كل شخص أعطاني إجابة. وش رحت درت؟ حكمت المعطيات تاعهم لخصتهم في قيمة واحدة، عند حسبت المتوسط الحسابي تاع 20 قيمة وتحصلت على المتوسط الحسابي تاع 20 قيمة بالنسبة لكل سؤال من الأسئلة الثمانية تاعي. دروك مادامني راني نحكي على المحور والمحور هو فيه ثلاث أسئلة اللي هو سؤال خاص بالرونق وسؤال خاص بالجودة وسؤال خاص بالسمعة، واش راح ندير؟ نحكم المعطيات تاع الرونق وتاع الجودة وتاع السمعة، نحكمهم، نحسب المتوسط الحسابي تاعهم ونخرج بمتغيرة جديدة. في الأصل ما عنديش هذه المتغيرة الجديدة، هي عبارة عن متوسط حسابي تاع ثلاث أسئلة الأولى وراح نسميوها المحور الأول اللي هو محور تقدير المنتوج. وكنت حصل على القيم العددية هنا نجم نروح نحسب بعض المتوسطات اللي رايحين نستخدموها كيف كيف في عملية التحليل تاعي هنا. دركا كيفاش راح نستغل الاس بي اس اس باش نحسب المتوسط الحسابي لقيمة غير موجودة بناء على قيم موجودة. اذا رايح نخلق متغيرة جديدة ماهيش موجودة، راح نسميها المحور الأول بناء على المعطيات تاع السؤال الخاص بالرونق والسؤال الخاص بالجودة والسؤال الخاص بالسمعة. كيفاش نحسبوه المتوسط الحسابي هذايا؟ قبيلة درنا الاناليز، دركا راح ناخذ الخيار اللي قدامه هذايا اللي هو ترانسفورمي. نكليكيو دونك على ترانسفورمي هذايا ونكليكيو الخيار الاول اللي هو كالكولي لا فاريابل، معناتها راح نحسب متغيرة جديدة وكأني راح نستخدم آلة حاسبة باش نحسب بها المتوسط الحسابي. دونك كليكي ترانسفورمي يخرج لي المنيو هذايا، نكليكي منه الخيار الاول اللي هو كالكولي لا فاريابل، حتخرج لي شكل كالكولاتريس. لهنا حتخرج لي كالكولاتريس. اول حاجة ندير نبدا بها حنكتب لهنايا الاسم تاع المحور الجديد تاعي هنايا، حندير على سبيل المثال المحور ونحط هنايا نقطة ونكتب لهنايا واحد باش نعرف باللي راني بصدد خلق محور يسميوه المحور واحد. هذا الترميز تاعو فقط في اللونو، حيخرج لي المحور ودرت نقطة ودرت واحد، ما خليتش الفضاء وانما درت المحور نقطة واحد باش ما يخرج ليش الخطأ انه اك خليت الفراغ بين كلمة المحور والرقم واحد، درت بيناتهم النقطة. دركا حبيت نعطي التسمية الحقيقية المحور، وكيف نديرها؟ نكليكي ولا هنايا وين تيب اي اتيكات، هيخرج لي لهنايا حندير بار اكزومبل الاسم الاصلي او الصحيح او الحقيقي تاع المحور اللي هو حنكتب لهنايا محور تقدير المنتوج، لانه المحور الاول تاعي يسمى ب
محور تقدير المندوج سميتو، خليه تلاحظوا باللي خليت ليسباس عادي نورمال. هنا كي نجي ندير ليتيكات نكتب واش حبيت، نكتب الكلمات، نخلي الفراغات تكون جملة طويلة وهكذا. بعد ما كملتها حندير هنايا بورسويفر. اذا لهنايا كتبت الاسم تاع المتغيرة الجديدة تاعي اللي هي المحور واحد ودرت له ليتيكات تاعو. يعني نروح في مرحلة ثانية لهنايا وين مكتوبة جروب دو فونكسيون، نحوس على وين مكتوبة كلمة ستاتيستيك، حوس عليها في الخيارات. ها هي ستاتيستيك، نكليك عليها زوز مرات. كي نكليك على ستاتيستيك حيخرج لي لهنايا مجموعه من العمليات الحسابيه. انا واش قلنا باش نتحصل على المحور، هو عباره عن المتوسط الحسابي تاع السؤال الاول والسؤال الثاني والسؤال الثالث. المتوسط الحسابي ها هو عباره عن الخيار اللي مكتوب اونغلي هذايا اللي هو المين. المين معناتها المتوسط الحسابي. كون كليكي عليه لهنايا حتخرج لي العمليه هذه لهنايا. ها هو كون دونك نكليك عليه حيخرج لي لهنايا المين، حيقول لي المتوسط الحسابي تاع ماه. تلاحظوا باللي لهنايا خرج لي في شكل علامات استفهام، دونك حيقول لي المتوسط الحسابي تاع ماه اللي حاب تحسبه. اذا انا لهنايا حنختار السؤال الاول والسؤال الثاني والسؤال الثالث باش نحسب المتوسط الحسابي تاعهم اللي هو حيعطيني القيم تاع المحور الاول. اذا واش نروح ندير لهنايا؟ حنحيد، حنحكم السؤال الاول نكوشيه ونروح نضغط على السهم هذايا باش يدخل المعطيه تاع السؤال الاول. هاو خرج الرونق. لهنا نروح نقلب الكلافيي تاعي بالفرنسي باللغه الفرنسيه ونروح نضغط نحوس على وين في الكلافيي مكتوبه تا مربوطه ونضغط عليها باش تخرج لي الفاصله. لازم تخرج الفاصله هذه، اذا لازم نفرق ولا نفصل بين متغيره ومتغيره دائما بالفاصله تاعي نحنا هذه. دونك درت الرونق، كليكيت خرجت الفاصله هذه. كون ما تحطش الفاصله او حيخرج لك ان ميساج ديرور، دونك مستحيل يدير لك عمليه حسابيه. نروح بعدها للسؤال الثاني اللي هو الخاص بالجوده، كيف كيف ندخلو نكليك عليه وندخلو، نزيد ندير الفاصله ونزيد نروح للسؤال الثالث اللي هو المنتوج يتميز بالسمعة الطيبة، كيف كيف نكليك عليه وندخله. دونك لهنا حنحسب المتوسط الحسابي تاع الرونق الجودة والسمعة، وما نساوش فينالمون نقفلو القوس تاعنا ونروح نقولو اوكي. دونك كي نقولو اوكي تلاحظوا باللي في لاباج تاعنا تاع الريزولتا خرج لي لهنا لو ميساج هذايا. واش قال لي لهنايا؟ كومبيوت اللي هو حسب المحور الاول اللي هو المتغيره الجديده اللي هي المتوسط الحسابي تاع الرونق الجوده والسمعه. الاسم الحقيقي تاع هذا المتغيره هو محور تقدير المنتوج، وقال لي سي بون اكزيكوتي، معناتها العمليه الحسابيه تمت بنجاح. كون عاود نرجع درك المعطيات تاعي لهنايا تلاحظوا باللي خرج لي المتوسط الحسابي تاعنا اللي هو المحور الاول اللي هو عباره عن المتوسط الحسابي تاع القيم تاع الرونق تاع الجوده وتاع السمعه. كون نروح لا فيشاج دي فاريابل نلقاه بلي خلق لي المتغيره الجديده اللي هي المحور واحد. هنا حط لي نيميري، يمكن على سبيل المثال هنا نقلبوا في الديسيمال نقلبوها واحد، ولا اذا حبيت تخليها اثنين خليها اثنين على روحها. ليتيكات كما سميناها سميناه محور تقدير المنتوج، هاو خرجهولي. جوست لهنايا حنروح ندير له سونتري باش الكتيبه تاعي تظهر لي في وسط الخانه. اذا تحصلنا على المتغيره الجديده خلقناها باستخدام لا فونكسيون ترانسفورمي اللي هو عباره عن المحور تاع تقدير المنتوج اللي هو عباره عن المتوسط الحسابي تاع ثلاث قيم تاعي انايا. الشيء اللي درته بارابور للمحور الاول حنديروا المحور الثاني وحنديروا المحور الثالث، علما انه المحور الثاني فيه السؤال الرابع الخامس والسادس، معناتها فيه التجربة الشعبية والكمية. والمحور الاخير اللي هو المحور تاع عندنا انتشار المنتوج وعندنا اقتناء المنتوج. الثالث اللي هو اقتناء المنتوج فيه السؤال السابع اللي هو الكمية، والسؤال الثامن اللي هو الوفرة. اوكي دونك كيف كيف بنفس الطريقة راح نخلق زوز محاور، المحور الثاني والمحور الثالث. نزيد نعاود نرجع دونك لو ترانسفورمي لهنايا، كالكولي لا فاريابل، حنجي لهنايا نحي هذيا، حنكتب لهنايا المحور
ونحط نقطة وندير اثنين باش نعرف باللي اني راح نختار متغير جديد اللي هو المحور الثاني. حنجي لهنايا المحور الثاني تاعنا سميناه محور انتشار المنتوج، حندير بورسويفر سميته في اسمه المختصر المحور نقطة اثنين، ليتيكات تاعو سميته محور انتشار المنتوج. درك لهنايا حنبقاو نفس الحكاية، وشي رايح نبدل المين المتوسط الحسابي رايح نبدله. دونك مادامني في المحور الثاني معناتها المحور الثاني فيه السؤال الرابع، ما ننساوش الكلافي فرونسي ونضغط على الفاصلة. السؤال الخامس الفاصلة، وأخيرا السؤال السادس، ونكمل نقفل القوس تاعي أنا. إذا السؤال السادس ونقفل القوس وندير له أوكي. كيف كيف راح يخرج لي نفس الميساج، المحور الثاني هاو القيم اللي فيه، هاو الاسم تاعو، وتم حسابه بنجاح. هاي القيم تاعي تاع المحور الثاني التي تم حسابها من خلال السؤال الرابع الخامس والسادس اللي هي عبارة عن متوسطات. إذا 3.33 هي 2+5+3، 2 و5 7 و3 10، 10 على 3 هي 3.33. وهكذا بالنسبة للقيم تاعي كل. ها هو الاسم المختصر تاع المحور الثاني، الاسم تاعو كامل، حنجيو لهنايا سونطريوه، وتلاحظوا باللي خرجوا لي اوتوماتيكمون ايشال لانه بناه على اساس المعطيات تاع ايشال، خرج هو ايشال. وش بقى لي؟ بقى لي المحور الثالث. المحور الثالث وش فيه؟ فيه سؤالين فقط، وبالتالي راح يحسب لي المتوسط الحسابي تاع الوفره والسعر فقط. هنايا بالنسبه للمحور الاول جمع 3 وقسم على 3، في المحور الثاني جمع 3 وقسم على 3، في المحور الثاني فيه بليتو ثالث فيه سؤالين فقط، حيحسب لي المتوسط الحسابي تاع الوفره وتاع السعر. حندير نفس الحكايه، ترانسفورمي كالكولي لا فاريابل. كيف كيف لهنايا حنكتب المحور ونحط نقطة 3، ندير له لهنايا نكتبو المحور تاعي هو محور اقتناء المنتوج، ندير له هنا بورسويفر، نروح لهنايا للمتوسط تاعي وندير المتوسط الحسابي تاع السؤال السابع والسؤال الثامن. اذا المين نروح للسؤال السابع، 1 2 3 4 5 6 7، هذا هي السؤال السابع، ندخلو السابع، ما ننساوش الفاصلة دائما في التاء مربوطة، ونزيد نروح للسؤال الأخير اللي هو سعر المنتوج، ندخلوه ونزيد نروح ونقفلو القوستين حنايا ونكليكي له أوكي. حيخرج لي نفس الميساج اللي قلت لكم عليه قبيله، معناتها العمليات الحسابية تاعي تمت بنجاح، وحنلقاو بلي عندي القيمة تاع المحور الثالث اللي هو المتوسط الحسابي تاع السؤال السابع والسؤال الثامن. هاو اسمه المختصر، هاو اسمه الحقيقي، هنا راح ينسونطريو حيخرج لي القيم تاعي انا هذو. وشي الهدف وعلاه خرجت انا كتبت المحور الاول والمحور الثاني والمحور الثالث هذوما؟ جوستومون لاني نحتاج منهم من المحاور هذوما. قلت لكم بالنسبه لكل جدول، الجدول اللي راح نحكيو عليه فيما بعد هو عباره عن جدول مختصر بالنسبه لكل محور. عندي جدول خاص بالمحور الاول، جدول خاص بالمحور الثاني، وجدول خاص بالمحور الثالث. كل وحده فيهم حيكون عندي متوسط حسابي تاعها ونحرف معياري تاعها. اذا انا باه نحسب المتوسط الحسابي تاع المحور الاول ككل والمحور الثاني ككل والمحور الثالث ككل، اول حاجه راح درت حسبت صح القيم تاع كل محور من المحاور. درك رايح نطلب من السبي اس اس يعطيني المتوسط الحسابي تاع المحور الاول واللي نحرف معياري، المتوسط الحسابي والانحراف معياري تاع المحور الثاني، والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري تاع المحور الثالث. اوكي، كيفاش راح نديرو؟ نعاود نرجع لهنا بعد ما عرفت ولا تحصلت على القيم الجديده تاع المحاور الثلاث، حنعاود نرجع لهنا الاناليز، ندير ستاتستيك ديسكريبتيف. وقبيله بالنسبه للاسئله اخترت ليفيكتيف. هنا بالنسبه للمحاور لا مانيش راح نختار الايفكتيف، وانما نروح للخيار الثاني اللي هو الديسكريبتيف. نكليك على الديسكريبتيف هذه
ولهنا واش نروحو نديرو باش نختصروا الوقت؟ نروح مباشرة حناخذ القيم تاع المحور الأول والثاني والثالث. أني قادر ناخذ القيم كلها هنا، حناخذ قادر ناخذ القيم تاع الأسئلة الثمانية بالإضافة إلى المحاور الثلاث، ولكن أصلا المتوسط الحسابي، لأنه أنا في العملية هذه نحتاج زوز قيم فقط، نحتاج المتوسط الحسابي ونحتاج الانحراف المعياري. المتوسط الحسابي والانحراف المعياري تاع الأسئلة الثمانية ديجا تحصلت عليهم مسبقا. واش قعد لي؟ قعد لي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري تاع المحاور ثلاثة فقط. وبالتالي لهنا بلا ما نعاودوا العمليات، حنحكم المحور الأول ندخله في الخانة الخاصة بعملية التحليل، نروح للمحور الثاني كيف كيف، نروح للمحور الثالث كيف كيف. هنا راح نطلب من الاس بي اس اس اعطيني المتوسط الحسابي والانحراف المعياري تاع كل محور من المحاور الثلاث. قبل ما نكليكي اوكي لهنا، حنروح لهنايا الاوبسيون. هنا واش راح ندير؟ كما درنا قبيل، حنحافظ على لا مويان هنايا، حنحافظ على لا مويان، نقول له اعطيني جوست لا مويان اللي هو المتوسط الحسابي، واعطيني لي كارتيب. الاخرين كل ما نكوشيهمش نخليوهم نورمال، نكوشي غير على زوز خيارات اللي هو لا مويان ولي كارتيب فقط. نكليكي له لهنايا بورسويفر ونكليكي له اوكي. واش راح يدير لي؟ حيخرج لي لهنايا اذا جدول اخر اللي هو عباره عن المتوسط الحسابي لهنايا، المتوسط الحسابي والانحراف المعياري تاع كل محور من المحاور الثلاث اللي هي محل دراسه تاعي انايا. لي رايحين من خلال المتوسط الحسابي والانحراف المعياري نروح نكمل الجدول اللي شفناه قبيل، اللي هو عباره عن ملخص تاع مجموعه من الجداول. اوكي، هذا بالنسبه اذا لكيفاش عرفنا المتغيرات، كيفاش دخلنا البيانات يعني حنايا، كيفاش خلقت ثلاث محاور او متغيرات جديده انطلاقا من متغيرات موجوده. ومن بعد طلبت من الاس بي اس اس انه يعطيني مجموعه من الجداول على حساب عمليه التحليل اللي راني حابها. درك واش رايحين نديرو؟ رايحين نشوفو في مرحله اخرى، نعاودو نرجعو للشرائح تاعنا حنايا، نشوف كيفاش نستغل المعطيات المذكوره في هذا الجدول وفي هذه الجداول كل، رايحين كيفاش نستغلوا المعطيات هذه ونروحوا نحطوا نعمروا الجدول هذاك اللي لخص لي مجموعه من الجداول، ثم ننتقل لمرحله تاع تعليق على البيانات. اوكي، دونك نقفل البرنامج تاع الاس بي اس اس ونعاودوا نرجعوا للشرائح تاعنا. هذه بحول الله الدراسة هذه راح نشوفها في جزء ثالث، اللي هو الجزء اللي خاص بكيفاش نعمروا الجداول وكيفاش نعلقوا على الجداول باستخدام الأعداد، باستخدام النسب المئوية، كيفاش نعلق على القيمة تاع المتوسط الحسابي، كيفاش نلقى القيمة التي تقابلها من الجدول النظري تاع الليكارت الخماسي، وكيفاش نعلق على قيمة الانحراف المعياري، وكيفاش في الأخير نحسب القيم الخاصة بالمحور ككل. لأنه في المحور كيف كيف عندي العدد، النسبة المئوية، المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، والاتجاه. نروحو نشوفو دركا في الفيديو اللاحق اللي هو الجزء الثالث كيفاش نعمرو الجدول وكيفاش نعلقو عليه كل سؤال على حدة، ثم التعليق على المحور ككل. السلام عليكم.